بعد كده الحاجة اللي هنشوفها آخر حاجة اللي هي الإيه، التست بنشز. التست بنشز بالنسبة لنا هي بتكون إيه، بتكون الحاجة اللي إحنا بنعملها عشان نتست الكود بتاعنا. إحنا عملنا كود دلوقتي مثلا وليكن للـ ALU، وعايزين نشوف الـ ALU ده بيشتغل صح ولا لأ، فبنعمل تست بنش، وبيكون الـ ALU بتاعنا ده هو الديفايس أندر تيست. فبالنسبة لنا هنا هتلاقوا إن إحنا عندنا بندخل ستيمولاي معين، input معين و output معين، و tests بنعملها على ال device under test اللي عندنا ده هو ال test bench، تمام، و بن observe ال outputs. فلما نيجي بنتكلم عن test benches ده، دي مهمة جدا بالنسبة لو انت، لو احنا نشتغل مثلا ك digital verification، فكل ال job بتاعنا ان احنا نكون جيلنا RTL او device under test معين كود، احنا بنعمل له تيستنج، نحاول نشوف البجز اللي فيه نطلعها والايرورز اللي موجود، تمام. و بالنسبه لنا هنا التست بنش ده بيكون يوزنج بروسيس اللي احنا اتكلمنا عنها، يعني فيها الويت ليست وال اللي فيها الويت والسنسيتيفيتي ليست، ودي بتكون طبعا اللي بيكتب جواها ده بيكون سيكوينشال، فالاوردر في الحاجه اللي احنا بنكتبها بيكون امبورتنت. احنا مثلا هنا ابتدينا البروسيس في الاول، وبعد كده مثلا الديفايس اندر تيست ده عايزين نشوف لو التيست فيكتور اللي هو الانبوت ده بزيرو زيرو ايه الاوتبوت اللي هيطلع، فبنويت 10 نانو سكند ونثبت التيست فيكتور ده عند زيرو، بعد كده ايه نعمل تيست فيكتور 01 ونويت 10 نانو سكند لغايه ما نخلص كل الايه كل الكومباينيشن بتاع التيست فيكتور ده، عشان هو 2 بيتس فهو 0001 10 و 11. بعد كده هنا بن end ال process. ده مثال لو احنا عايزين نتست حاجة 2 bits وباستخدام هنا ال ايه بنستخدم فيها ال process. فاحنا قلنا ال order of execution هنا sequential، هيبتدي من ايه، من 10 لغاية ما يخلص ل ايه، هيبتدي اصلا من 00 لغاية ما يخلص ل 11، ويسيب كل 10 نانو سكند بين واحد للتاني. فاحنا في اخر ويت خالص اللي مش حاطين فور قد ايه، البروجرام اكسكيوشن بيقف وما بيدخلش تاني البروجرام هنا في البروسيس الا لو في سنسيتيفيتي ليست، او لو حاطين ويت فور فاريبلز معين. ف هنا ده المثال بالنسبه لنا الويت فور فيرسس ويت. قلنا ويت فور 10 نانو سكند هتلاقي 0 استنى وقت، بعد كده 1 بعد كده استنى وقت وهكذا، و 0 1 2 3 بعد كده 0 1 2 3 مثلا، وبعد كده هنا لو احنا عملنا ويت بس هتلاقي الايه 3 مكملة، مفيش مش لوقت معين لغاية ايه حسب التايم اللي بتعمله سيميليشن. ده بالنسبة لنا تيست بنش، مثال هنشوفه عند معانا. هنا احنا عندنا فاينايت ستيت ماشين عايزين نعمل لها تيستنج مثلا، فبنعمل الانتيتي، تمام. الانتيتي هنا بتبقى فاضية، ان احنا بعد كده بندخل على طول على الاركتكتشر. الاركتكتشر بالنسبة لنا هنحط الكومبوننت اللي هو الديفايس اندر تيست، تمام. هنا الانتيتي فاضية لان احنا معندناش ولا انبوتس ولا اوتبوتس، احنا بس بنستخدم الديفايس اندر تيست ونعمل عليهم ايه الاوبريشنز بتاعتنا. فبنستخدم الديفايس اندر تيست اللي هو بالنسبة لنا الفاينل ستيت ماشين دي ليها انبوت دبليو وليها كلوك وليها ريسيت بار وليها output اللي هو الزد. فاحنا عايزين نشوف الزد ده نعمل عليه تيستس معينة ونشوف هيبيهيف ازاي، ونشوف هل البيهيفير ده متوقع بالنسبة لنا ولا لا. فهنيجي هنا هنبجن، اوكي، وبعد كده نعمل port mapping للايه لل inputs والoutputs بتاعت device under test ده، ونبتدي ان احنا البروسيس بتاعتنا، البروسيس بتاعتنا دي التيستس اللي جواها. نبتدي الاول نبيجن بعد البروسيس بيجن، وكل حاجه هتبتدي تبقى سيكوينشال. اول حاجه الاول بنحط الريسيت ان بزيرو، فده كده نحط السيستم اندر ريسيت، ونستنى لغايه ما الكلوك يحصل فيها ايفنت وكلوك تبقى بزيرو، يعني نستنى ايه فولينج ايدج او نيجاتيف ايدج من الكلوك. وبعد كده نستنى اول ما يحصل نيجاتيف ايدج كلوك ده نويت فور ا بيريود، تمام، كلوك بيريود، وبعد كده نحط الايه الريسيت ان ب1، فكده اكننا بندي اسيرت الريسيت،
والسيستم ما بقاش في الايه، في الريسيت. ونشوف بعد كده لو حطينا ال W بزيرو اللي هو الانبوت بتاعنا ايه اللي هيحصل في الـ في الاوتبوت اللي هو الزد. وبعد كده نويت فور كلوك بيريود ونغير ال W ل 1، وبعد كده ويت فور كلوك بيريود تانية نغيره ل 0، وبعد كده من 0 ل 1، وبعد كده من 1 ل 1، وبعد كده من 1 ل 1 تاني، ومن 1 ل 0. ان احنا هنا بنشوف الترانزيشن، زي احنا لو رحنا الانبوت بدل ما كان 1 راح ل 0، فكده ده من 1 ل 0، وبعد كده من 0 ل 1، وبعد كده هنا من 1 ل 1، وبعد كده من 1 ل 0، عشان ايه ناخد كل الايه كومباينيشنز. وبعد كده بنويت اللي هو ويت فوريفر، كده خلاص خلصنا التستس اللي عندنا. والسطر اللي في الاخر ده اللي هو كلوك نوت ايكوال نوت كلوك افتر كلوك بيريد على 2، ده عشان نجنريت الكلوك. لما نقول ان الكلوك ايكوال نوت كلوك افتر كلوك بيريد على 2، كده معناه ان بعد كل كلوك بيريد على 2 الزيرو هيبقى 1 وال1 هيبقى 0، عشان نجنريت ايه كلوك بالكلوك بيريد.